تمر سليمة على مرمى الفيصلي. طاقم تحكيم مباراة اليوم بقول، واللاعب اللي أيضا صنع أكثر أهداف في الفيصلي. كرة عرضية الآن حاضرة وخطيرة، لكن أيضا مرتدة، تصويبة من بعيد من خارج المنطقة، تعود عرضية خطيرة الآن. ألكسندر هو من بدأ الهجمة، رومارينيو راحت عند ألكسندر أبريوفيتش الذي مرر للعبود في مكان ممتاز جدا. تعود كلفا من جانب الفيصلي مرة أخرى، يريد أن يتقدم إلى الأمام ألكسندر ميركل المباراة، لكن الشوط الأول ونحن نمر مع الدقيقة 19 من زمن اجتاب إلى ضربة زاوية على يسار أغروي، والعرضية حاضرة الآن بالرأس، وسجل عنده 3 أهداف فقط هذا الموسم، فقط 3 أهداف لألكسندر أبريوفيتش ثابتة، لكن يتراجع الآن، يأخذ مكانه مرة أخرى ألكسندر ميركل يعيدها. عندنا كرة على جهة اليمنى الآن، عرضية والتصويبة، أبريوفيتش الآن يحاول، لا يستطيع، لا يحافظ على الكرة كما يجب بالرغم من التكوين، وعلى جهة اليسرى المولد يتقدم ويحاول، والتغطية موجودة عليه، قطعت من أمامه من الجهة اليسرى، يحاول كرة إلى الأمام، ميركل يريد أن يصوب، يمنعد بهدف رومارينيو في 17 على التوالي، لكن بقية الفرق متقاربة جدا في النقاط، وبالتالي العرضية الآن حاضرة، وتدخل غروي، والكرة تصوب من ألكسندر إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. ألكسندر ميركل، ألكسندر ميركل هو من صوب كرة راحت ونحن مع بداية شوط المباراة الثاني. الفيصلي يريد أن يتعوي، وتقدم لاعبي الفيصلي الآن، يحاولون، يريدون هدف التعادل، يريدون تسجيل هدف التعادل، والعرضية حاضرة الآن لمحمد قاسم إلى جانب ميركل، يرسل الكرة إلى الأمام وخطيرة لجليرت على يسار غروي، والكرة العرضية حاضرة بالرأس، خطيرة وتبعد حكم المباراة أشار، شوف 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 مارسيل غروي، شوف البرازيلي كيف يتدخل، ثم حجازي، 2 عبد الله المالكي وحجاز تماما على هشام فايق، وبالتالي لم يستطع أن يسجل. عادة الكرة مرة أخرى للاتحاد، لكن تغطية موجودة، ألكسندر ميركل عرضية وخطيرة أمام الحات الفيصل، يحاول والعرضية متاحة وخطيرة لفايق، وهدف التعادل، هدف التعادل، جول الفيصلي يتعادل، الفيصلي يتعادل، هدف عكسي، هدف عكسي في مرمى مارسيلو غروي، غير معقول. تافاريس يمرر، ميركل، هشام فايق، أول عاد الفيصلي، وتكفل حمد المنصور بهدف عكسي، أي ثمن حتى يتقدم في الترتيب ويترك المرتبة 9 على حساب الفرق الأخرى، لكن عندنا كرة، عند الكرة الثابتة مع تقدم لاعبي الفيصلي، والتصويب الآن، والكرة كادت أن تكون تغير اتجاهها مرة أخرى، لكن هالمرة راحت سليمة، قريبة كانت من المرمى، قريبة من المرمى، خدعت مارسيلو إلى الأمام. أمل فيتانو قدم، أمل فيتانو مباراة كبيرة مع ألكسندر ميركل وهشام فايق وجوليو تافاريس في مباراة اليوم، احترف في الفيصلي. كرة عند جوليو تافاريس، يمرر على جهة اليسرى، أمل فيتانو ينطلق في كرة والتصويب، الله الله، هدف ثالث للفيصلي، خلصها ميركل، خلصها ميركل، سجل الثالث عن نابي سدير، يضرب الاتحاد مرة أخرى، يضرب الاتحاد في ملعب الاتحاد، وللمرة 9 في مشوار الفريقين على التوالي، الاتحاد لا يستطيع أن يسجل انتصار على الفيصلي. شوف
شوف الكرة اللي أخطى فيها حجازي وراح فيها. شوف التعاون، شوف قايل لكم ميركل وامل فيتانو، الله عليك الله على التعاون. والكرة الجميلة جدا فيما بين، حطها بمهارة وروعة على يسار جروي لأن يسجل هدفا ثالثا للفيصلي. ثلاثة أصبحت الآن، سقوط باحج حاد في التقدم الآن، والكرة أيضا خاطئة، تمريرات كثيرة خاطئة في شوط المباراة الثاني، والفيصلي يستغل ذلك ويتقدم إلى الأمام ويحاول في كرة على جهة اليسرى والعرضية منتظرة مرور